أهلا أحبائنا مشاهدينا، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح. طبعا كثير بنشارككم برسائل، وأنا بصلي أن هاي الرسائل تكون سبب بركة لحياتك وفايدة روحية كمان. الفكرة ما نحط عبء على الناس بكثر الرسائل، لكن أمور ربنا بيشغلنا فيها وبنتكلم فيها، ولا سيما في هذه الأيام. من خلال هاي الرسائل حلو أنك أنت تشارك الآخرين، تعمل شير، وإذا أنت مبسوط من هاي الرسائل تحط لايك وتكتب لنا هيك رسالة قصيرة حتى نعرف يعني كيف نستمر. وعلى فكرة أنا بشجع إذا عندك سؤال أو أي استفسار، يعني أطلب بشكل محدد، قول أنا عندي سؤال وممكن ترد عليه من خلال هذه الرسائل. من فترة لفترة رح يكون في فرص للصلاة وفرص أخرى لإجابة الأسئلة، طبعا الأسئلة المحددة اللي أنتوا بتسألوها بكل سرور. اليوم أنا مشغول برسالة كتير كتير مهمة، بتقول طب ما احنا سمعناها كتير مرات ولا مرة الأمر بينتهي، ولا سيما الأمور اللي بتتعلق بأبديتك. أنا عاوز أقول لا تجازف ولا تقامر بحياتك ولا في أبديتك. والعنوان اليوم بسيط لكن مهم جدا، شيء مصيري، عنوان توبوا ولا تستهينوا. فعلا أحبائي، كل الأمور اللي عم بتصير في هذا العالم من الحكمة ندرك إنه ما فيش شيء اسمه صدفة، ومن الحكمة ندرك إنه الله ماسك زمام كل الأمور، وأن الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل، وأن الله هو العالم بكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو الحاضر في كل مكان وفي كل زمان. الله هو موجود في لبنان، موجود في الغرب، موجود في الصين، موجود في كل بقاع الأرض، بيعرف احتياجاتنا، بيعرف طلباتنا، بيعرف اشتياقاتنا، بيعرف صلواتنا. لكن من الصعب، من المستحيل انك تيجي للرب بدون التوبة. مشان هيك انا بقول توبوا ولا تستهينوا، توبوا ولا تؤجلوا، توبوا حتى تتغير حياتنا، لانه التوبة بتعني تغيير الفكر اللي بيقود الى تغيير مجرى واتجاه الحياة. فالكتاب المقدس مرارا وتكرارا يدعونا إلى التوبة. مثلا الرسول بولس في سفر أعمال الرسل يقول: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. بتقول طب ما أنا السنين عم بخطي وعم بعمل الشر وعم بعمل خطية، بقول لك متغاضيا عن أزمنة الجهل. لما تيجي للرب بتوبة حقيقية الله بيشفي، والله بسامحك وبيترك لك دينك في كل الأمور اللي مضت وبيعطيك الغفران الكامل. عندما نقول التوبة، التوبة المقرونة بالإيمان، وعندما نقول التوبة هي أيضا مقرونة باعتراف، يعني أنا بعترف بخطاياي. من يقر بها ويتركها ينجح، فأنا بعترف إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فأنا بعترف وأيضا بتوب، يعني بترك الخطية، لازم أتركها، لازم أتخلى عنها، لازم أحطها ورا ظهري، يعني الماضي خلاص مغطى بدم المسيح، نحتمي بدم يسوع المسيح. يقول أيضا الكتاب في سفر أعمال الرسل: توبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وآمنوا بالإنجيل. أحبائي خلينا نتوب ولا تستهين. الرسول بولس بيتكلم لكنيسة روميا قائلا: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته، غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب
واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، لأن ليس عند الله محاباة. فأنا لازم أتوب، لأنه في يوم من الأيام كل واحد منا رح يقف أمام الله الديان العادل. فإحنا بنحتمي في الرب عن طريق التوبة، عن طريق الرجوع إلى الله، وعن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح. توب ولا تستهين، ما تستهنش بنعمة الرب، ولا تستهين بتوقيت الرب، ولا تستهين بالفرص اللي الله بيعطيك إياها كل يوم من جديد حتى ترجع للرب. حب لازم نتوب، لأنه مجيء الرب قريب جدا على الأبواب. أحبائي الرب جاي، أنا بترجاك توب، توب إلى الرب، ارجع إلى الرب، مجيئه قريب جدا. تعال احتمي بدم الرب يسوع، خليه يغطيك بدمه اللي تسفك على الصليب من أجل خطاياك وقام من الأموات لأجل تبريرك. لا تستهين بهذا الأمر، الرب جاي وجاي عن قريب. ما تضوع وقتك، ما تضوع الفرص، تعال إلى الرب بتوبة حقيقية. كتير ناس بتقولوا، دائما بتقولوا الرب جاي. برضو الرسول بطرس عالج هذا الموضوع، مكتوب الله لا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا لا يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني اليوم إذا ما رجع الرب اليوم، هو أعطاك فرصة اليوم أنك تتوب وترجع لألا تهلك وتفوت الفرصة ويضيع الوقت وتندم على كل عمرك وكل حياتك وكل أبديتك تعيش في عذاب هذا الضمير. إنك تتوب أحبائي حتى تكون مقبول أمام الله، هي التوبة اللي بتخلينا مقبولين أمام الرب. يقول كتاب اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. تعال مثل ما أنت، اوعك تفكر انك بتيجي بكترة برك ولا تقواك ولا عظمتك ولا اعمالك. تعال مثل ما انت بخطاياك، وتعال مثل العشار اللي صلى في الهيكل قال اللهم ارحمني انا الخاطئ. فهذه التوبة هي قرار، قرار انا بعمله بالفكر والارادة، لكن تعبير عن مشاعر انه انا بحزن على خطيتي وبتندم على خطيتي، وباخد القرار انه لا اتوب وارجع الى ابي واقول له يا ابي اليك اخطأت والى السماء، سامحني، اغفر لي كل خطية. وانا اليوم بدعوك صليها، قل له يا رب يسوع ارحمني انا الخاطئ، صليها، قل له يا رب يسوع انا اليوم بتوب عن كل خطية، يا رب يسوع انا اقبلك بالايمان حتى تكون رب على حياتي ومخلص، تعال أسكن قلبي وتربع على عرش حياتي واعطيني أعيش من أجلك. صليها، قل له يا رب أنا بعترف لك بكل خطية، قلت للرب أعترف وأنا اليوم بتوب عن كل خطية ارتكبتها، وانت وعدت أنه كل خطايانا تغطى وتحمى بالدم، اقبلني لمجد اسمك. إذا صليتها ومحتاج لمساعدة روحية بحب أسمع منك، شارك هاي الرسالة عشان أكبر عدد ممكن يصلي ويتوب ويرجع للرب. عندما نرجع إلى الرب منكون مقبولين أمام الرب، بيكون لنا حياة أبدية، والرب بيكتب اسمك في سفر الحياة في هذه اللحظة في اسم الرب يسوع. آمين. شارك هذا الفيديو، الرب يكون معك.